نوصل لفقرة ألايف لليوم ورح ننتقل على مناطق لبنان الحلوة وتحديدا منطقة غلبون. رح نحكي عن مهرجانات غلبون مع رئيسة لجنة المهرجانات ندى عاد. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك ندى. بلشة صيفية عمرانة بغلبون. طبعا تعودنا عليكم مثل كل سنة عم بيكون في مهرجانات عم تتطور سنة ورا سنة، وهيدا الحلو، يعني عم نشوف كيف بلشتوا ولوين وصلتوا. السنة كمان عم تنزيد الأيام، عم تنزيد النشاطات. أي متى وين أي متى منبلش وشو عنا السنة؟ صراحة مثل ما عودناكم للسنة السابعة غلبون حبت تكون بحلة جديدة وتكون برنامجها ويكون برنامجها غني ثقافة رياضة ومنوع ليرضي كل الأذواق. السنة مبلشين على بكير إذا بدك، مبلشين هيدا نهار الجمعة بشي كمان عم بيصير اون بريمير جمعة 15 تموز. مسرحية شكسبير انحكى. شكسبير انحكى بذكرى ال 400 سنة لغياب الشاعر العظيم والكاتب المسرحي يلي يعتبر أعظم كاتب للغة الإنجليزية ويليام شكسبير. رح تكون قراءات لويليام شكسبير باللغة العربية بشكل مسرحي، اختيارات لكذا عمل لنصوص له. رح تكون إحياء الست ميراي معلوف، الأستاذ رفعت طرباي والأستاذ جلال خوري، يلي بنوجه لهم تحية كتير كبيرة. ودائما يلي بيعطونا هيك هالتقل بالمسرح هالغنى كمان بيرجعونا على المسرح الثقافة بامتياز. طبعا أمسية رح بتكون أكثر من رائعة بجو أكيد. غلبون 100% هالجو الجبلي، يعني صحيح جبلي بس وكأنه نص نص. مزبوط. هيك ندى؟ لأقول لك ليه، لأنه نحن من أول ما انطلقت مسيرة هاليوميات غلبون حبينا أنه تكون غلبون على طول يكون عندها شيء مميز، وعندنا هالطابع الكلاسيكي حبينا أنه يكون على طول موجود وغلبون تكون على الخريطة السياحية الكلاسيكية والثقافية، لأنه رح يكون أكثر مميز أنه يكون بكادر ضيعة نموذجية يكون عندنا هالعمل الثقافي الراقي. أكيد نحن هيدا الشيء بيزيد غنى لضيعتنا ولاسم الضيعة وللمهرجانات أكيد، وهيدا الشيء هيدا العمل رح يكون مثل ما قلت لك بالتعاون مع معن وعيد البناء هالمؤسسة يلي عم تشتغل على هيدا الشيء، وحبت تعرض هيدا الشيء بلبنان وبعدة الدول العربية لأنه رح يكون شكسبير باللغة العربية. نحن رح بحب أقول إنه الدعوة رح تكون عامة، الكل مدعو إنه يشارك بهيدا الشيء. رح يكون على الخريطة لبنان موجود هيدا العمل عم يتنقل من ضيعة لضيعة، وغلبون وقضاء جبال مخصص إنه بغلبون الكل إنه يجي ويشارك معنا. خلينا نذكر شوي من وين منقدر نوصل على غلبون. غلبون هي ضيعة صغيرة وبقضاء جبال فعلا كبير. عم نشتغل على الموضوع إنه تكون موجودة بقوة بقضاء جبال. غلبون بتطلعي لها من عمشيت. نعم. قد ايه بدها وقت تقريبا؟ ربع ساعة من عمشيت جبال، وصار في اوتوستراد واسع وصارت ديجا الطرقات موسعة وهين الوصول لها. عم نشوف على كل حال هالمنطقة الرائعة من بحب بس نوه بشغلة انه غلبون حضرة رئيس البلدية الأستاذ إيلي جبرايل الله بحب وجه له تحية وبقول له يعطيه العافية، لأنه مع وزير السياحة كمان وزير السياحة يلي منوجه له تحيه كثير كبيره اكيد معالي الوزير على طول بيشاركوا. نحن اكيد بالتعاون مع الوزاره ونحن تحت جناح الوزير ووزاره السياحه لانه هن بدعمهم المستمر لنا نحن موجودين. فعلا. ومثل ما قال نحن ماشيين على خطى الوزير لانه على طول هو بيشجع الاعمال الفنيه خصوصا بهالاوضاع الاقتصاديه والامنيه، بس نحن على طول بنشجع لانه نحن مع ثقافه الفن، نحن بنحب الحياه وبدنا نكمل وبدنا نستمر. نعم. بحب كمل كمان للبروجرام. لكن كنا ب 15 تموز. اي ساعه بتبدا المسرحيه؟ 8:30. وبحب هالمره اذكر الكل انه نحن اون تايم، يعني رح يبلش 8:30 العمل، يعني 8:30. بحب وجه لكل الجمهور اللي عبالوا يشارك معنا انه الساعه 8 يكون موجود بغلبون، الطريق واسع، الباركينج مامن، والدعوه عامه، بنحب انه الكل يكونوا موجودين. اكيد. منتابع؟ منتابع. نحن بروجرامنا السنه متنوع وكثير، منه اسم اللجنه يوميات غلبون بس هي منها رح تكون يوم ويومين، رح تمتد على كل الصيفيه. حبينا يكون الاجنده كثير واسعه ومتنوعه، منبلش ب 15 تموز المسرحيه،
عندنا بروجرامات كولوني، عندنا بروجرامات للأطفال، عندنا الويك إند الحافل يلي هو رح يكون بمناسبة عيد السيدة 12 13 14 آب. بهذا التاريخ بحب خبرك عن البروجرام بتفاصيله. عندنا ب 12 آب رح يكون عندنا جورج نعمة ومنال نعمة، رح تكون حفلة كتير كتير مميزة لأنه لأول مرة رح ينتقل كونسبت الباب، رح يكون أون بلانير، عاملين روف توب بغلبون كأنه، رح يكون مثل باب وحفلة سهرة يعني شبابية أكتر هون صرنا. مزبوط. على كل حال جورج نعمة بفتكر كتير من الناس بيعرفوه، بيعرفوا الفرقة يلي مكونة، يلي كمان بترجعنا شوي على زمن الفن الأصيل ولكن بطريقة شبابية. مزبوط. فيروزيات، زياد الرحباني وغيره، 100% يعني بوجه له تحية كبيرة من كم يوم كنا بنحضره. ناطرينك بغلبون كمان. رح تكون اكيد جورج نعمة مع فرقته الموسيقية لاحياء هالسهرة الشبابية مثل ما حضرتك تفضلتي وقلتي. رح تكون روف توب اون بلانير. كمان على الساعة 8:30 عم يبدو؟ 8:30 ببلشوا لأنه رح يكون كمان مثل العالم تاخذ مقاعدها وكذا وبتبلش الحفلة. عندنا ب 13 آب رح تكون سهرة شعبية بامتياز مع عشاء قروي إذا بدك نقول، بيحيى الفنان فارس كرم وفرقته، كمان لأنه حبينا يكون عندنا تنوع، ليلة شبابية، ليلة شعبية وليلة كلاسيكية. كمان الفنان العظيم فارس كرم بالغنى عن بالغنى أكيد عن التعريف وجوه أكيد خرج هيك أجواء صيفية وفرح ورقص وكل. مزبوط. حبينا نعمل شيء كمان يكون التام شعبي مشان العالم كمان تنبسط وترقص بأجواء هالضيعة الحلوة. مننتقل لنهار الأحد 14 آب يلي هو ليلة عيد السيدة، بيكون حبينا نخصص الأولاد يلي هن ديجان بلشين بكولوني، ونحن بهيدا النهار عاملين بروجرام من الصبح بساحة الكنيسة الكبيرة، دي جو غونفلابل وألعاب وأنيماسيون وكذا تكل العالم تقدر تشارك. كمان أنا بحب بوجه رسالة لكل أبناء غلبون والضيعة المجاورة وكل أهل المنطقة إنه يشاركونا بهيدا النهار الحلو ويشاركوا الأولاد لينبسطوا. حبينا يكون مثل فاميلي داي، يجوا العيال كلها وبيتمتعوا كمان بهالطقس الحلو بغلبون. أكيد أكيد. عشية وأكيد فيهم يسمعوا قداس بغلبون ويروحوا يزوروا المنطقة كلها أكيد. لأنه الطقس بيكون روعة وتحديدا نهار عيد السيدة يعني 100%. الأولاد تقريبا من أي أعمار ندى عم بيكونوا؟ يعني بدك تقولي 3-4 سنين، 3-4 سنين وما فوق، يعني في العاب لكل الاعمار بتناسب الكل واكيد كله مع سيكيورتي وسيفتي اكيد. وبيكون في اشخاص ممكن يهتموا اذا أكيد الاهل اكيد في اشخاص في مدربين مدربين بيهتموا فيهم وبيرافقون لكل النهار. بهيدا النهار بنختتمه باوبرا نايت بالكنيسه لانه نحن مثل ما قلت لك الاجنده على طول حبينا نخصص فيه ليالي كلاسيكيه، كمان منتوجها لليله عيد السيده باوبرا مع التينور إليا فرانسيس والسوبرانو كارولين سولاج والبيانيست. حبينا نعملها بجو بقلب الكنيسة أوبرا نايت مثل ما عودنا كل محبين الأوبرا أنه كل سنة بغلبون رح يكون عندهم موعد معنا ولقاء مشان المحبين الأوبرا. وبعد في كمان بعد في أوبرا تانية ما هيك؟ في كوارتت رح يكون كمان بثلاثة أيلول، بثلاثة أيلول كمان رح يكون سهرة مميزة جدا، رح تكون الفينيكس كوارتت مع الفيولين تانجا سونك وأليكان سونر منهم لبنانية والفيولا ريبال ملاعب، وعنا كمان على تشيلو شخص أجنبي كمان. نعم. كمان هيدا بيكون بثلاثة أيلول. يعني كمان هون رحنا على أجواء أوبرالية. هل مستقبلا ممكن يصير غلبون على برنامج المهرجانات الانترناسيونال العالميه ندى؟ صراحةً يعني بلشتوا وكانه هيك تحضروا لهالموضوع. صراحه نحن اكيد هيدا توجهنا وهيدا توجه رئيس البلديه الاستاذ الي، بحب على طول انه نحن نكون على طول نطلع الفيزيون لقدام، وعنده صاحب رؤيه عظيمه اكيد لانه انتقلت غلبون من ضيعه صغيرة بقضاء جبال لصار ضيعة نموذجية إذا بدك. وهلأ عم نعمل أكيد جملاج، يعني عندنا كتير نشاطات للبلدية بتخلي عن جد نفتخر أنه نكون من غلبون. ولما بنحكي ضيعة نموذجية ندى يعني أكيد عم نحكي عن هالضيعة اللبنانية التقليدية يلي كمان في مكان لازم يتحافظ على البيئة بشكل كتير كبير. 100%. على الهندسة كمان اللبنانية 100%. الأصيلة يعني في منتمتع فعلا بالنظر ولكن كمان منتمتع بنظافة المنطقة
100% اللي عم تحكي كأنك من غلبون يعني أنا جارتكم صراحة عنده هالرؤية أستاذ إلي لأنه هو أصلا مهندس وصاحب شركة هندسة بالغنى عن التعريف عن شركة إرجا بس لأنه هو على طول عم بحافظ على البيت اللبناني وعلى البيئة وعبيئة هالضيعة وعملناها غلبون من ضيعة لصارت إيكو فريندلي عم نحافظ على كل الشجرية عم نعمل دراسات بيئية للمنطقة عم نعمل تراكس للهايكنج لأنه نحن عم نشجع الرياضة وبحب كمان نوه أنه نحن هلأ هالسنة رح نكون مثل خلية نحل كبلدية كلجنة مهرجانات وكنادي غلبون نادي أكيد بيقدروا يلاقوكم على السوشيال ميديا وحتى يتابعوا كل شيء رح يكون عندنا محطوط على السوشيال ميديا ابتداء من اليوم. بحب أقول أنه الخميس عندنا مؤتمر صحفي كمان مع معالي الوزير بوزارة السياحة كمان بوجه له ألف تحية وشكر لدعمه المستمر لغلبون ولهاللجنة ونحن بدنا نشكركم ونقول لكم يعطيكم ألف ألف عافية وتحية كبيرة لكل الضيعة اللبنانية كمان يلي عم تشتغل للسياحة الداخلية. نحن بدنا نشكر الام تي في لاستضافتكم لنا ولعطول متابعتكم لبروجرامنا وبوجه كمان دعوة لكل اللي عم بيشاهدونا اليوم انه يتوجعوا للجميع. شكرا لك ندى عمرو. ندى عاد رئيسة مهرجانات غلبون اهلا وسهلا فيك. ثانك يو. وقفة سريعة ومنتابع ام تي في لايف.